ايه اكتر الامراض الوراثيه اللي ممكن تصيب او عرضه ان هي تصيب طبعا حديثي الولاده، الاطفال حديثي الولاده، والاهم من ده علشان نعرف اهميه دور المبادره، ايه اهميه الاكتشاف المبكر لهذه الامراض؟ حضرتك هي الامراض الوراثيه كتير، ولكن اكثرها شيوعا 19 واحد، وهم على التوالي برضو، يعني مثلا زي نقص هرمون الغدة الدرقية من أكثر الحاجات شيوعا، نقص الإنزيم اللي بيعمل التكسير في الدم اللي هو G6PD، دي حاجات شيعة. ولكن في بعض أيضا الأمراض الوراثية اللي هي بتبقى نتيجة أمراض التمثيل الغذائي، وتحديدا الأمراض نتيجة عدم تمثيل البروتينات أو تكسير البروتينات أو الأحماض الأمينية اللي موجودة، فبتتراكم فبتؤدي إلى مضاعفات. إيه مشكلة الأمراض الوراثية اللي هي بتظهر بدري دي؟ إنها بتؤدي إلى مضاعفات كتيرة جدا، مضاعفات مرضية، بتؤدي إلى إعاقة، وده اللي في منتهى الخطورة. الحاجة التانية كمان إنها بتمثل عبء مادي واقتصادي على الأسرة وعلى الدولة، لأنه متابعة هذه الحالات ممكن تجنبه بالتأكيد. هو ممكن في حاجات ممكن علاجها تماما، زي نقص هرمون الغدة الدرقية، زي الوقاية مثلا من الإنزيم اللي بيعمل التكسير بتجنب بعض الأكلات أو بعض الأدوية لفترة معينة. بعد كده لما الطفل بيكبر الجسم بيعدل مساراته في التمثيل الغذائي، فبعض حاجات بتتعدل، إنما مثلا حاجة زي نقص هرمون الغدة الدرقية بقرص هياخده مدى الحياة، ولكن هيبقوا طبيعي تماما، نمو البدني والذهني والعقلي ممتاز. في بعض الحاجات التانية بيبقى الحد العلاج الكامل بالرغم انه ليس موجود، ولكن بإضافة او باستعمال او تجنب بعض الأكلات او إعطاء بعض المغذيات الدقيقة بتقل جدا المضاعفات، وبيكون الطفل ده وهو بيكبر قادر يعيش قدر الامكان حياه طبيعيه. طيب احنا قبل ما نتكلم عن النقطه دي يا دكتور، عايزين نتكلم عن المبادره نفسها اللي هي بتكشف عن 19 مرض وراثي. ايه اخطر الامراض دي؟ او هنقولها كلها ونقول ايه هي اخطرها يعني. شوفي حاجه، هو كله يعتبر خطير كله من زاويته. يعني لما يبقى عندي مرض لو تم اكتشافه بدري واخد العلاج اول 15 يوم بعد الولاده هيبقى طبيعي طول عمره، يختلف اختلافا كبيرا عن كونه يكون طفل معاق بدني وذهني. طفل عنده مثلا تضخم اللي هو المرض الوراثي الخاص بتضخم الغدة الكظرية، ده مثلا لو أخد ملح زيادة شوية وكورتيزون بيتعالج تماما. فدي على الرغم إنها حاجات سهلة العلاج في منتهى الخطورة إنها تفقدي اكتشافها المبكر. في حاجات تانية زي ما قلنا هي مجموعة الأمراض الوراثية اللي خاصة بالتمثيل الغذائي، وفي المبادرة بيكشفوا عن المجموعة اللي فيها خلل في الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي دورها ظريف جدا إن هي بتكسر البروتينات وتخليها تستعمل في حاجات تانية. لما يبقى فيها خلل تعلى، وفي أي حاجة زيادة عن اللزوم تبقى سامة. طيب لو هنحاول نفهم مع حضرتك برضو تفاصيل أكثر عن المبادرة، احنا دلوقتي في المرحلة الأولى ليها، وما زلنا في المرحلة الأولى، تم الكشف حتى الآن عن أكثر من 450 ألف مولود حديثي الولادة، وخلينا نقول الأرقام بالتقريب علشان نسهل على الناس، أكثر من 450 ألف. المرحلة الثانية مفروض ان هي هتبدأ لاحقا ان شاء الله، والفرق بينها وما بين المرحلة الاولى انه المرحلة الاولى هي للأطفال المبتسرين، يعني اللي هم ولدوا عدة اسابيع قبل او بضع اسابيع قبل ميعاد الولادة الطبيعي ليهم. المفروض المرحلة الثانية هتشمل كل الأطفال، هتبقى مختلفة في التناول يا دكتور؟ ايوه، لانها المرحلة الثانية هتشمل كل الأطفال المولودين وهتتعامل في وحدات الرعاية الصحية الأولية. المرحلة الحالية، لان اي حاجة لازم تبتديها بطريقة تدريجية في وحدات حديثي الولادة زي ما حضرتك ذكرت. فطبعا ده هيكون يعني حاجة مهمة جدا ان كل المواليد سيتم الكشف المبكر عن هذه الأمراض، وتحويل اللي هيثبت عنده هذا المرض لتلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة في الوحدات الصحية أو المراكز طبقا للحالة. تمام، دي نقطة مهمة جدا على نفقة الدولة. طيب دكتور لميا، في سؤال مهم جدا أكيد الأباء والأمهات دلوقتي بيتفرجوا علينا هيبقوا مهتمين بإجابته. أنا لا قدر الله أنا دلوقتي لسه والدة طفل، يعني إيه الأعراض اللي أشوفها عليه أشك إن هو ممكن يكون عنده أي من هذه الأمراض الوراثية؟
اللي دخلوا الرعاية المركزة الحديث الولادة دي بتتعمل مباشرة على ورقة نشاف. أما الأطفال اللي في البيت أول في حاجة اسمها علامات خطورة لحديث الولادة، يعني الولد ده أو الطفل ده ما بيرضعش، الطفل ده جلده ساقع، ومش بقول حرارة أنا بقول الأم لمست جلده ساقع لقيته سخن، الولد ده مسفر زيادة عن اللزوم، الولد ده بينهج ما عنده ما بياخدش نفسه بسهولة، كل دي بنسميها أعراض خطورة تستلزم أن الطفل ده مباشرة يتم تحويله للكشف عند الطبيب. قد بقى يكون حاجات كتير منها الأمراض الوراثية تتسبب في هذه الأشياء. طيب لو هنتكلم مع حضرتك على نسب الشفاء قد إيه، وحضرتك كنت بتذكري أهمية الكشف المبكر، قد إيه المبادرة دي ممكن بتساهم في زيادة نسب الشفاء من الأمور اللي هي يمكن الشفاء منها، وحتى الأمور التي لا يمكن الشفاء منها، إن هي تخلي الأطفال زي ما حضرتك ذكرتي يحصلوا على حياة طبيعية قدر الإمكان أثناء فترات نموهم، حياة بدون مضاعفات بدون إعاقة. يعني فهدي حضرتك نقطة مهمة جدا، مهمة ليهم جداً. ومهمة للأهل الاثنين، مهمة ليهم للأهل والمجتمع ولتعليمهم ولصحتهم بعد كده، حاجات كتير جدا يعني. فهو حضرتك مهم جدا ان هو الكشف المبكر ده، علشان في حاجات هتعالجها زي ما اتفقنا تماما، وهيكون شخص طبيعي ملتزم بدواء او بطبيعة اكل او بمغذيات اضافية وبعض الأحيان او بملح او بدواء معين. أما التانية، المجموعة التانية اللي ملهاش علاج على المستوى العالمي نهائي أو واضح، فدي بالتأكيد الالتزام بالنظام الغذائي اللي هيتكتب أو هيتشرح، وبعمل التحاليل الدورية بيجنب الطفل ده الإعاقة. طيب دكتور، إيه أكتر الأمراض اللي ممكن توصل لقدر الله للإعاقة، ودور المبادرة في إن هي ما توصلش الموضوع للحد ده؟ أمراض التمثيل الغذائي الخاصة بالأحماض الأمينية، بتراكم الأحماض الأمينية، ولو خدنا مثلا ليها زي الفينايل كيتونوريا، ده مثل إن الحمض الأميني الفينايل ألانين بيتكون، ده بقى حله في نوعية لبن خالي من الفينايل ألانين. شوفي حضرتك قد هي حاجة سهلة وأغذية. العيش بيتعمل بطريقة معينة، يعني ليهم طريقة تغذية معينة، ودي طبعا نصايح بياخدوها في المراكز من الأطباء متخصصين، وطبقا لأدلة تم عملها من اللجنة العلمية المشرفة أو العاملة على هذه المبادرة. فشوف حضرتك هي قد إيه طفل هيعدل في اللبن اللي بياخده، بتعديل في اللبن اللي بياخده أو في الأكل اللي بياكله، ممكن حياته تبقى طبيعية. دي نقطة كلها يا دكتور في الكشف المبكر فعلا، يعني هي دي نقطة. والحقيقة هو ده الجميل في المبادرة دي، ان هي سلطت الضوء على حاجة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا، ويمكن تجنبها والوقاية منها. طبعا يعني احنا نتكلم لحد دلوقتي عن أكتر من 450 ألف طفل حياتهم ممكن تكون فيها تغيير إيجابي للأفضل، وزي ما حضرتك بتقولي ببعض حاجات صغيرة جدا كان يعني هنمشي عليها وهتفرق في حياتهم وفي حياة أهليهم وفي المجتمع بصفة عامة، ولسه الأرقام أكيد هتزيد مع الفترات القادمة.